رجوان مصطفى، كنت مرات وجابوني لهنايا دابا راه تقريبا 3 شهور شي حاجه. كنت تما كندير واحد الحانوت تما كندير فيه، دابا ملي مرات سمحت فيه صافي ما صافي ما كنوض ما كنزيد ما والو، كنت نقدر نزيد ما كنقدر ندير حتى حاجه. دابا وليت شويه الحمد لله الحمد لله، دابا بخير، دابا وليت غادي في التحسن، كلشي مزيان هنا. وتقد كيديوني للسبيطار ويجيبوني كنتعالج، ودابا قريب نتعالج راه غندير عمليه ان شاء الله. خوتي يا خواتي، انا يا كنت بعويناتي وكنت كاريه وتنخدم، كنت طباخه في الفراحات، تمشي عند الفراحات تنخدم تنطيب تنصاوب الحلاوي. واليوم اعذرني الله جاني الطنسيون في العينين، كنت الدار اللي كاريه فيها قعدت فيها 10 سنين وثلاث شهور ومات مول الدار وناضوا الورثه باعوا الدار. ما جبرت انا ما ديك عندي اولاد واني الوليدات بعيالاتهم، ما بغيتش انا نمشي نقلل الحياه على عيالاتهم. ما يقولوا لهم امكم مريض امكم رانا احنا شادينا ولا تقول لينا او لا تعبر علينا. هربت منهم قلت لهم نبقى معكم للتيقار، نبقى مع عيالاتكم للتيقار. جيت مشيت للامام ديال الجامع محمد السادس قلت له غادي تجي توقف معايا، جيت راسي قلت له توقف معايا بغيت نمشي، قال لي واخا. جابني وقف معايا وجابني لهنا. دابا عام من شهر 10 من شهر نهار 13 في شهر 10 ديال العام الاول وانا هنا، نهار 13 في شهر 10 ديال العام الاول وانا هنا. دابا راه عندي عام وشهر ولا عام وشهرين وانا هنا الحمد لله واكله. المدير مشرفني، السعادة ديالو مشرفيني، تعيطوا عليا عمي السعودية أمي السعودية، حتى واحد ما تيغيرني حتى واحد ما تيدرني. الحمد لله ولله الحمد والشكر الحمد لله. السلام عليكم كاملين، أنا سميتني السبعين زها ضحية ولاد العياشي، ريبوا لينا وتحصيت وقصاوني، وأنا سيدي دابا جابوني الخيرية، الخيرية الله يعمرها دار. أنا واكلة أنا والراجل ديالي شاربين هانيين الحمد لله والشكر لله، وكنشكر السي القصباوي، كنشكرو كنشكر جميع الاطر واللي خدامين معنا واللي ساهرين على حمايتنا. تشرف عليك إدارة الوكالة الدولية للتربية. هذا المشروع اللي تيجي استجابة لواحد المجموعة الطلبات خاصة بالنسبة للأشخاص اللي تيعانيو في وضعية صعبة، منهم المشردين، الأطفال، النساء، الرجال، الشباب، والحمد لله اللي تيتلقوا واحد المجموعة من الخدمات الاجتماعية، منها المواكبة الاجتماعية، كذلك حتى بالنسبة للملابس، الأكل، المشرب، المأوى، إلى حين نلقاو لهم واحد فرصة خاصة للعمل أو لإدماج الأسري. الحمد لله المركز اللي هو تقريبا اللي هو تفتتح 2018 في اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والحمد لله اللي شرفت عليه جمعية فدرالة الوكالة الدولية للتنمية، كذلك حتى بالنسبه لمؤسسات التعاون الوطني. هذا المركز هذا اللي تنتمنى انه يعم على ارجاء المملكه، اللي في الحقيقه تيكون هو كاستجابه لواحد المجموعه ديال المطالب الاجتماعيه خاصه بالمغرب. والحمد لله المركز حقق واحد المجموعه ديال الاهداف، اللي منها على انه كاين اللي تم ادماج ديالو بالاسر ديالهم، كاين اللي حبيت نالو على عمل الحمد لله، وكاين اللي الحمد لله انه لقينا له عمل حتى هو، لان نجحنا في هذا المجال هذا. تنتمناو ان شاء الله على اننا زعما نكملوا في هذه الرساله الاجتماعيه، وتنخص باش في الاخير على انني تنوجه الشكر ديالي لمجموعه من الشركاء، منهم العماله الساده، وكذلك مؤسسه التعاون الوطني، وكذلك مجموعات من المحسنين اللي هما تيعطونا واحد المجموعه ديال الدعم. كنقوموا بزياره جميع المراكز الخيريه اللي كاينه في مدينه سلا، ولي سونتر ديال الناس اللي بدون مأوى قار، ودار الايتام، ودار العجزه، باش كنحسنوا ليهم وكن
نقوموا بهذه الخدمه هذه، وكنقوموا بترسيخ الفكره لدى الشباب الصاعد باش تكون عنده حتى هو هذه الفكره، وغدا ولا بعد غدا يولي حلاقي، يولي مره واخا غير المره في السيمانه ولا مره في 15 يوم يهز المانيطه ديالو ويمشي حتى هو يحسن للناس، وهكذا غادي ندجوا شباب افضل.